من احد اهم الـ 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 الانجازات اللي بيتكلم عنها النظام من 30 يونيو 2013 ل 30 يونيو 2024 ملف الطرق والكباري. كل ما تسال حد عملته ايه يقول لك عملنا طرق وكباري ومحاور. انجازاتكم فين؟ بص لشبكه الطرق والكباري والمحاور. فين مشاريعكم القوميه؟ يقول لك عندنا مشروع قومي للطرق والكباري. فين انفاقكم على البنيه التحتيه؟ يقول لك دفعنا 2 تريليون جنيه على الطرق والكباري. ماذا قدمتم للمواطن المصري؟ يقول لك والله قدمنا شبكه طرق وكباري للمواطن ما كانش يحلم بيها. وبالفعل حسب البيانات والارقام والاحصائيات وحسب الديون المتلتله اللي جات من بره وزاره النقل او ملف النقل والمواصلات تم الانفاق عليه قرابه 2 تريليون جنيه مصري. لكن انا كمواطن او كمتابع ما يعنيني في هذا الموضوع هو النتيجه ذلك على الارض. هل المواطن حس بفرق ولا مجرد ارقام بتندفع؟ هل المواطن أصبحت حياته في أمان سواء كان مسافر على طريق زراعي أو طريق صحراوي أو حتى راكب واحد من السكك الحديد أو القطر أو أيا كان؟ هل المواطن حس بفرق ولا لسه القطر بيخش في التاني وش الوش ودي حادثة مصرية بامتياز؟ ولا لسه المواطن بيمشي على الطريق يلاقي نفسه لابس في عربية تانية لأن الطريق أو بسبب سوء تخطيط الطريق أو إن الكوبري النازلة بتاعته غلط أو المنحنيات خطرة أو الطريق الدائري زي ما كنت بكلم حضراتكم امبارح ما فيهوش إضاءة أو مش عارف الكباري متخططة غلط أو الأسفلت بيبوش بعد شوية مطر أو الفلنكات بايظة أو القطورات بايظة؟ لسه بيحصل؟ لسه بيحصل. وبلدنا واحدة من أعلى دول العالم في نسب الحوادث. يبقى الفلوس دي إما بتتصرف غلط خد لي بالك أو ما بتتصرفش أصلا أو بتتصرف بدون دراسة وبدون جدوى. حضرتك مد ايدك واختار واحدة من الخيارات الثلاثة. اخرهم كان هبوط محدود بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق بني سويف. اللي في حضراتكم سافر الصعيد يعرف ان في ثلاث شرايين مهمين جدا للسفر الى الصعيد وهو الطريق الصحراوي الغربي، الطريق الصحراوي الشرقي، والطريق الزراعي. الثلاث طرق دولت لو وقفوا ينقطع الصعيد عن باقي الجمهورية. طريق الصحراوي الغربي ده اللي بيبدأ من بني سويف واحد من الطرق المهمة جدا واللي يمكن بتغطي 7 محافظات من أعلى محافظات الصعيد كثافة. امبارح وأول امبارح وأول أول مرة واحدة في هبوط طريق تشعر وكأنه بيبوش أو بيسيح مع زيادة درجة الحرارة. البلاك اللي عاملينه غير مطابق للمواصفات فساح البلاك ومشي أو جرف معاه التربة الزلطية بالشكل ده. ودي شكوى في عموم بني سويف. ولما تقول طريق صحراوي غربي في بني سويف يبقى بتتكلم عن حوالي 125 كيلومتر. وبالمناسبة الطريق ده أو المنطقة دي والهبوط اللي موجود كل كام متر في بني سويف مش أول مرة، ده لسه كان عندنا الأسبوع اللي فات بالظبط كان عندنا حادثة بسبب نفس الموضوع اللي هو في مركز سموسطة غرب بني سويف. هحط لحضراتكم، هخلي حضرتك تتفرج على جزء من الحادثة اللي كانت قبل أسبوع بالضبط، قبل أسبوع بالضبط صح أو قبل أسبوعين بالضبط في نفس المكان اللي حصل فيه هبوط أرضي والسادة في الدولة تأخروا في حل المشكلة فأدت أو أودى بحياة 3 أشخاص والنهارده لسه فاكرين يحلوا او يتدخلوا لعلاج المشكله. نتابع الفيديو. بعتذر بطبيعة الحال عن بشاعة هذا المشهد. جثث مرمية على الأرض، ناس مصابة، عربيات داخلة في بعضها. شهود عيان قالك إن السبب الأرض هبطانة فالعربيات بتيجي على سرعة وبعد كده عجلة القيادة بتختل من إيد السواق. كان عندنا حادثة أيضا يوم 13 يونيو اللي فات اللي هو يعني قبل
حوالي اسبوعين، مصرع ايضا واصابه 3 مواطنين في حوادث سير في بني سويف، كلهم للاسف كانوا على الطريق الصحراوي الغربي. طيب هذا الطريق الحكومه قالت عنه ايه؟ وانجازات الساده المسؤولين في بلدنا، قال لك تحول من طريق موت لشريان حياه، ودفعنا عليه 40 مليار جنيه مصري. شوف كده، الصحراوي الغربي تحول من طريق موت لشريان تنمية، 40 مليار جنيه تكلفة إعادة التطوير ومنظومة صيانة حديثة للحفاظ عليه. ودي صور كده صوروها في مكان ما في الطريق الصحراوي الغربي. تروح تسأل أهالي بني سويف، تسأل مواطني المنيا، تسأل أهلنا الأسايطة، حبايبنا السهايجة، جماعة بتوع جنة، طيب إخواننا بتوع الأقصر، أصحابنا بتوع أسوان عن هذا الطريق، يقول لك واحد من أسوأ الطرق اللي بنمشي عليها، اللي بيمشي على الصحراوي الغربي بيشيل حياته على كفه وروحه على كفه زي ما بيقول، لأنك ممكن تروح ما ترجعش، واحد من طرق الموت. ويمكن بني سويف حادثة النهاردة وحادثة الأسبوع اللي فات وحادثة الأسبوع اللي قبله، هبوط أرض النهاردة وهبوط أرض الأسبوع اللي فات. طب راحوا فين الأربعين مليار بتوع الطريق؟ ده واحد من الإنجازات. بالمناسبة احنا بنتكلم النهاردة، حكومة عايزة إنجازات، انت بتقدم كشف حساب، انت بتحتفل ب 30 يونيو وانت بتحتفل قول لي لماذا هذا الطريق الصحراوي الغربي مصيادة موت للمارين بعد انفاق 40 مليار جنيه مصري؟ الفلوس دي مش ورق كوتشينة زي ما قال السيسي قبل كده، احنا مش بندفع ورق كوتشينة، ولا الفلوس دي احنا كسبينها في البخت، ولا ضربنا فيها في البورصة، ولا فلوس حرام جايبينها بالربا، دي فلوس عرق وشق المواطن وهيدفعها على مدار أجيال جاية. صرفت 40 مليار على الطريق الصحراوي الغربي مصيادة موت في بني سويف، طريق موت في المنيا، بيحصد أرواح المواطن في أسيوط، ولحد أسوان الطريق مستمر. شوف كده، الصحراوي الغربي ببني سويف مصيادة موت للمارين. يمكن ده خلى عضو مجلس النواب السيدة زينب السليمي تقدم طلب إحاطة في نهاية 2022 بسبب كثرة الحوادث على الطريق الصحراوي الغربي، وقالت إن الطريق ده الحكومة سلمته ودفعت عليه 40 مليار جنيه وما زالت الحوادث مستمرة. أنا بضم صوتي لصوت سيادة النايبة وبسأل السادة المسؤولين في البلد عن طريق بيحصد أرواح المواطن، ماذا فعلتم في هذا الطريق والفلوس اللي اندفعت؟ اندفعت فين واندفعت ازاي ومين اهدرها؟ وليه بعد كل هذا الانفاق ما شفناش نتيجة وبيبوش الطريق؟ الغريب في بلدنا ان طرق اللي بتعملها الحكومة بينزل عليها المية بتبوش، وفي درجة الحرارة كمان بتسيح، حاجة كده يعني تحس انها يعني امتياز مش موجود غير في بلدنا. طرق الاسفلتات بتبوش في المية وتسيح في الشمس، وده بكورة إنتاج السادة المسؤولين في وزارة النقل المصرية.